الندى ماذا يحب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتواصل الذي نتناول فيه مواضيع مختلفة ومتعددة في التفسير والحديث والفقه وفي شؤون الحياة المختلفة. ضيفنا في هذا اللقاء كالمعتاد هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام للسلطنة. الرقم الذي نستقبلكم عليه عادة هو 7175104، مواقعنا على شبكات التواصل معلومة لديكم، جاءت منها الكثير من الأسئلة، فأهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأهلا وسهلا بكم، وأحيي الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. أمين يا رب العالمين. لنبدأ هذا السؤال بأمير الإحساس، لا أدري هل بقي لنا شيء من الإحساس أم لم يبقى. يقول: نحن جماعة قصدنا أو سنقصد إلى بيت الله تعالى الحرام، أو قصدنا، يبدو أن أرسله عدة مرات، في العشر الأواخر حتى آخر يوم من رمضان إن شاء الله تعالى. وكما تعلمون بأن السعودية قد تقدم رمضان عندهم بيوم، هذا يعني أننا نشهد عندهم أول أيام العيد إن كان رمضان لديهم 29 يوما، فإن شهدنا أول يوم عيد هل علينا أن نفطر معهم؟ وفي عمان يكون التاريخ 29، وبذلك نكون قد صمنا 28 يوما. ثانيا، سنصل إلى عمان في يوم الشك، هكذا يسميه هو، التي لا نعلم إن كانت عيدا أم المكمل لرمضان 30، فهل علينا أن نكون صائمين إن وجدنا أن الشهر في عمان 30 يوما وقد أفطرنا اليوم الذي قبله في السعودية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فالجواب: فنظرا لتعذر رؤية الهلال في هذا الجزء من العالم في اليوم الذي هو 29 عندهم، ففي هذه الحالة لا أرى وجها لإفطارهم للعيد. نعم. لأن استهلال شوال في هذه الحالة لم يكن مبنيا على رؤية شرعية صحيحة، إن حصل هذا. إن حصل، لو ثبتت الرؤية، فإفطارهم إنما يكون لأجل سفرهم، وحينئذ فإن عليهم قضاء صوم ذلك اليوم الذي سيفطرون فيه إن حصل هذا. نعم. وهنا يرتفع الإشكال الذي يسألون عنه. جميل. فإن وصلوا ووجدوا أننا لازلنا صائمين يصومون معنا وشهرهم تام، وإنما عليهم قضاء صوم اليوم الذي أفطروا فيه لعلة السفر. نعم. وإن وجدوا أننا مفطرون فإنهم يفطرون معنا، وليس عليهم إلا قضاء ذلك اليوم. نعم. وإنما السبب هنا في هذا الوضع هو تعذر رؤية الهلال بحسب معطيات علم الفلك. نعم. فعلماء الفلك متفقة كلمتهم أنه في استهلال شهر شوال لهذا العام 40 هجرية يتعذر في البلدان التي تقدم صومها بيوم. نعم. يتعذر أن يروه في اليوم 29 عندهم في إقليمنا على أقل تقدير، لأن الهلال ينزل قبل لأن الشمس، لأن الهلال يمكث مدة يسيرة جدا بعد الشمس. نعم. يعني يكون من المتعذر أن يرى، لم يحصل أبدا لا بالأعين المجردة ولا بالأعين المسلحة بالمناظير والتلسكوبات ولا غيرها. نعم. فبناء على ذلك نقول بأن هذه الرؤية إن حصلت في أسوأ الاحتمالات فيصعب أن نقول بأنه يعتد بها ويكون فطرهم لأنه يوم عيد حينئذ. نعم. وإنما يفطرون لأجل أنهم مسافرون،
على التفصيل المتقدم والله تعالى أعلم. إفطارهم لأجل سفرهم، نريد أن نوضح هذه القضية فقط، هل أنتم تأمرونهم أن يفطروا لأجل سفرهم حتى أيضا يشتركوا أي مع مراعاة المسلمين؟ أيضا لعموم أحوال المسلمين. جميل. نعم. جميل جدا. طيب أبو عبد العزيز يقول كيف نوفق بين نظرية الانفجار العظيم للكون وبين أن الله هو الذي خلق الكون؟ لا تعارض أصلا. نعم. فهذا الانفجار العظيم له عناصر ومكونات، وإنما حصل نتيجة لتفاعل قوانين معينة، فمن الذي أوجد تلك العناصر؟ ومن الذي أعطاها قانونها؟ ومن الذي رتب النتائج على هذا القانون؟ فكيف إذا كانت النتائج بهذا الإبداع والجمال الذي لا نظير له، الدال على إبداع الخالق وعظيم صنعته في خلقه؟ فلا تعارض هناك أصلا، ويجب أن يفهم الناس هذا المبدأ الأساسي. لما ارتاب المشركون في كون الله تبارك وتعالى خالقا لهذا الكون، سفه القرآن الكريم هذه الدعوة لأنها من السفه بمكان، بحيث لا تقبلها العقول أصلا، لا دليل عليها البتة. فقال ربنا تبارك وتعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، والفاطر هو الذي يوجد من العدم، من غير شيء يخلق من العدم، فلذلك خلق السماوات والأرض، خلق هذا الكون، فطر الكون من غير شيء، أوجد العناصر وأعطاها قانونها ونظامها، ورتب على حصول بناء على هذه النظرية النتائج والعواقب. والغريب أن هذه النتائج والآثار التي حصلت هي غاية في الدقة والانضباط والنظام، ولا يزال العلم اليوم يكتشف دقة انضباط حركة كل مكونات هذا الوجود فيما يعرف بنظرية الفاين تيونينج، الإبداع أو الانضباط العظيم الدقيق الذي يصل إلى يعني أن تكون الدقة فيه إلى ما لا يتصور أن يكون عددا حقيقيا. نعم. هو عدد رياضي حسابي فقط. يعني حينما يتحدثون عن 10 أس 156، نعم، هذا شيء لا يمكن تصور حصوله أصلا، والخلل فيه لا يحصل فيه أي خلل لأنه منضبط إلى هذا الحد. نعم. من الدقة والنظام، في حين أن أي انفجار يمكن أن يحصل إنما يخلف فوضى وخللا وفسادا وقبحا وتشوها. طبعا. فإذا المسألة واضحة ويجب أن تكون كذلك، لا ترقى أصلا إلى أن تكون حتى مجرد شبهة. نعم. فعلى المسلم أن يكون حذرا فطنا متيقنا في مثل هذه الأمور والله تعالى أعلم. وهذا هو تفسيرهم المادي للكون عموما. لكن فضيلة الشيخ، هل أصبح الانفجار الأعظم حقيقة أم لا يزال نظرية؟ لأن بعض المفسرين يفسرون به قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا. نعم. أن السماوات والأرض كانت سواء كان نظرية أو بلغ أن يكون حقيقة، ليس هناك تصادم مع معطيات العقل ومقررات الفطرة وما في كتاب الله عز وجل عن كونه سبحانه وتعالى الخالق المكون المبدع الفاطر لهذا الكون. نعم. الحافظ له. فلا يظنن ظان أنه يمكن أن ينشأ ذلك من غير شيء، من غير موجد. نعم. وبغير نظام، فالموجد للعناصر والمكونات إنما هو الخالق الحكيم سبحانه وتعالى، وهو الذي أعطاها قانونها ونظامها. نعم. ففي كل الأحوال لا مجال للقول، وهذا من التلاعب بالألفاظ أيضا أحيانا. نعم. يعني على من يطالع أمثال هذه المناظرات أن ينتبه، لأن هناك
مغالطات تحصل حينما يقولون على سبيل المثال بأن الكون قادر على أن يخلق نفسه من غير شيء، وهذه عبارة لستيفن هاوكينج. ما المقصود من غير شيء؟ فهل يقصدون به يعني العدم؟ حينما تسأل وتبحث عن التعريفات الموجودة لديهم فلن تجد أنهم يتحدثون عن العدم، يتحدثون عن شيء، عن طاقة، يتحدثون عن طاقة. نعم. فيجب أن ينتبه لهذا. وما معنى أيضا أن الكون قادر على أن يخلق نفسه؟ نعم. يعني هل خلق نفسه أولا، أو أنه إذا كان هو الخالق فالأصل أن يكون وجوده متقدما، فكيف خلق نفسه؟ نعم. كلام متناقض في مبتدئه وفي منتهى، محاولة الهروب عن الحقيقة. أحسنت. طيب فضيلة الشيخ، هذا الكلام ماتع وشائق ويحتاج وحده إلى حلقة، ولكن الأسئلة ستكون متنوعة فستنتقل من انتقالا حادا من موضوع إلى موضوع. الأخ خليفة الفزاري يقول: من صلى منفردا بعد نهاية الجماعة الأصلية وجاءت جماعة أخرى فصلوا وهو لم يقطع صلاته ليلتحق بهم، هل صلاته أخطأ ما كان ينبغي له أن يفعل ذلك؟ كان الأولى في حقه لا سيما إن غلب على ظنه أن هذه الجماعة التي أتت إنما تصلي الفريضة التي كان يؤديها هو، فكان عليه أن يقطع صلاته وأن يلتحق بهم. فإن كان لم يفعل فنرجو أن تكون صلاته مجزية، لكن لينتبه في قادم الأيام، والله تعالى أعلم. نعم. أبو عبد الله يعود بنا إلى موضوع التفسير مرة أخرى. نعم. ومعرفة ما في القرآن الكريم من أسرار. يقول: ذكر الله تعالى الحور العين في سورة الواقعة في جزاء السابقين وحور العين، ثم قال وحور العين. نعم. ثم قال بعد وصفهن وانقطع بذكر أشياء أخرى: في جزاء أصحاب اليمين إنا أنشأناهن إنشاء، بالضمير، مع أنه ذكرهن في جزاء السابقين وانقطع الحديث عنهن، فما الحكمة من وصل الجزائين؟ هو لم يطل الفاصل حتى يحتاج إلى الإتيان بالاسم الظاهر مرة أخرى، فالسياق قريب. فذكر الحور العين ثم بعد ذلك بيان ما وصفهن الله تعالى به لا يورث لبسا في هذا السياق القرآني، فهذا كل ما في الأمر. يعني هو محل سؤاله حسب ما يظهر لي أنه لماذا لم يؤت بالاسم الظاهر مع أن هناك فاصلا، وإنما جيء بإنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فالجواب بكل بساطة أنه لم يطل الفاصل، ليس الفاصل طويلا. ومقتضى البلاغة أنه إن لم يطل الفاصل ولم يوجد لبس أن يقتصر على الضمير في العود على الاسم الظاهر دون الحاجة إلى تكرار الاسم الظاهر. والله تعالى. وهذا ما حصل في هذا السياق. الحور ذكرت للسابقين وحور عين كأمثال، وذكرت أيضا لأصحاب اليمين. نعم. طيب أنتم تحدثتم عن موضوع الحور ومعنهن في حلقة سابقة. طيب هذا دليل آخر أن الله تبارك وتعالى عاد إليهن، القرآن الكريم، بصيغة ضمير جمع المؤنث إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أترابا. نعم. عربا أترابا، فقال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، وكل هذه الأوصاف إنما هي لمؤنث. نعم. فهذا دليل آخر نبهنا عليه أيضا. جزاك الله خير. الأخت غالية هنائية تقول: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبين صحاريين، هل كلمة صحار نسبة إلى صحار العمانية؟ هذه رغبة أن يكون لنا في التاريخ دخل. لا، الرواية على الصحيح ضعيفة. نعم. عند أهل الحديث هي ضعيفة، وبعضها فيها نكارة وبعضها مرسلة، وعند أهل السير كابن كثير أيضا رواها بصيغة التمريض، بصيغة التضعيف، رواها ذكرها رواية، قال ويروى. نعم. أو وروية، فالرواية فيما يظهر ضعيفة. نعم. وحينئذ لا حاجة إلى البحث هل هي صحار العمانية أو لا، على افتراض أنها
صحيحة. نعم. فلا شك أنها صحار عمانية. نعم. وكانت معروفة أيضا، كانت معروفة بصناعة النسيج وبسوق رائجة مشهورة معروفة وبصناعات مختلفة. نعم. فحاضرة من حواضر البلدان. لكن البحث في هذه الرواية في حسب ما اطلعت عليه أنها ضعيفة، والله تعالى أعلم. هناك روايات أخرى تطمئن أهل عمان. الدارقطني حسب ما أذكر الآن أيضا حينما أيضا ذكر هذه الرواية، ولكن قال صحاريين ثم قال بعمان، لكن لا يعرف مكان في عمان يعني باسم صحار أو صحار، لكن مع ذلك الحاصل الخلاصة أن الرواية ضعيفة. نعم. طيب، السائل يقول ما حكم بلع الريق وكان مصحوبا بشيء من الدم ظنا أن الدم توقف، لكن الصائم في صلاته وجد طعمه عند البلع لم يتريث الحين التأكد من عدم وجود الدم خشية خروج وقت الصلاة؟ له إن كان قد غلب على ظنه قبل أن يبلع ريقه بأن الدم قد توقف فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. نعم. طيب، نأخذ سؤالا من من التويتر، هذا كان من فيسبوك، نحاول بقدر الإمكان أن ننوع. هذا السؤال فيه نوع من الطول، لا أدري يعني، لكن سيأخذ منا وقتا ولم يبقى معنا الكثير، له ما الحكمة من تحريم الزواج بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هل حرمت جميع زوجات الأنبياء على غيرهن؟ أرى أن المسألة قد تطول معكم. لا، أنه يحتاج لا الجواب إجابة. الجواب عنها لا يطول. تفضل. إن أردت. نعم تفضل. هذا تشريع من الله تبارك وتعالى، فقد حرم الله عز وجل على المؤمنين الزواج من نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عليه الصلاة والسلام. حينما قال ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. إن ذلكم كان عند الله عظيما. فهنا في هذه الآية التي نزل فيها هذا التشريع قال إن ذلكم كان عند الله عظيما، فهو أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى، إذن هو حكم تشريعي أمر الله تبارك وتعالى به عباده. في الأحزاب قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فكنا في الحرمة وحرمة نكاحهن أمهات للمؤمنين، فظهر أن هذه المنزلة التي بوأها الله تبارك وتعالى لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا يصلح معها أن يتزوجهن أحد من بعده عليه الصلاة والسلام، لأنهن أمهات المؤمنين. والأمر الثالث لعلو منزلتهن وما بوأهن الله تبارك وتعالى إياه من مكانة عظيمة، حيث كنا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا، فحزنا هذا الشرف العظيم، فحفظ لهن هذا الشرف، لن يدنسه أي شيء آخر، لن يدنسه أن يتزوجهن أحد من بعده عليه الصلاة والسلام، لأنه أكمل الخلق على الإطلاق وأفضل الناس جميعا. نعم. فحفظ لهن هذا الشرف وصينت لهن هذه المنزلة. نعم. وكذلك الحال بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا عرضه وهن أزواجه نساؤه عليه الصلاة والسلام، حفظ مقامه العالي الرفيع عليه الصلاة والسلام بمنع الزواج من نسائه من بعده، وهن نساؤه أيضا في الآخرة كما في بعض الروايات أزواجي في الدنيا أزواجي في الآخرة، أو الرواية وردت بعدة ألفاظ. وهذه الحكمة ذكرها أيضا بعض العلماء، فروعي هذا الأمر. إذن الحكم مجتمعة ظاهرة، ولو لم يكن منها إلا أن هذا تشريع من عند الله تبارك وتعالى لكان ذلك كافيا، والله تعالى. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ننوع الآن بأخذ المكالمات لأخ على الرواحي. أخ علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يحفظك. الحمد لله. شكرا. عندي سؤال. تفضل.
السؤال الأول عن الزكاة. نعم. أنا عندي كان مبلغ ثابت يعني طوال عدة سنوات، 5 سنوات أو 4 سنوات. نعم. أزكيهم في كل شهر ذي الحجة. ولكن السنة الأخيرة هذا قام المبلغ يتذبذب، مثلا يرفع وينزل وأحيانا يكون ماشي. فكيف تكون زكاته؟ أنت طبعا تسأل عن ذي الحجة، بعد لا يزال أمامنا شهران تقريبا. لكنه يعني أحصل لك في الزكاة في شهر ذي الحجة. نعم. يعني كيف تكون زكاته؟ يعني على مبلغ مثلا 3000 أو 2000 أو 1000 وأحيانا 500 ريال. طيب إن شاء الله واضح لكن سؤالك. هذا هذا التذبذب حصل في السنة الأخيرة أو حصل أيضا في الحول الماضي؟ عندي سؤال ثاني بس. الأخ علي لو سمحت. صبر الأخ علي استمع لي. عن صلاة الجماعة. سأل الأخ علي. الأخ علي. نعم. الشيخ يعني يكلمك مباشرة. الأخ علي صبر. يعني هذا النقصان حصل معك في هذا الحول الأخير أو أيضا من الحول الماضي؟ أو هذا فقط؟ هذا في هذا الحول بس. في الحول الأخير. إيه. تسمع جوابي. يعني أحيانا يكون 3000 وأحيانا 2000 وأحيانا يوصل 200 ريال. نعم. فما أعرف أزكي عن أي مبلغ. ان شاء الله تسمع تقريبا شهرين عن تكمل السنه، لكنه تو يعني مبلغ بسيط باقي. طيب واضح ان شاء الله. واضح ان شاء الله ان شاء الله. الاخ علي سؤالك الثاني. السؤال الثاني عن صلاه الجماعه. نعم. في مجموعه من الناس صلوا الجماعه الفريضه وبدوا يهموا في صلاه التراويح. نعم. جاءت المجموعه الاخرى وقامت تصلي وراهم الفريضه، فين الاولى يقدم الفريضه او السنه؟ نعم. طيب يعني هم يصلون التراويح وجاء يعني جماعه متاخره صلوا وراءهم الفريضه. ايه. طيب واضح. واضح السؤال؟ اي واضح واضح. يعني هل يقدموا الفريضه ام يصلوا التراويح وبعدين يصلوا الفريضه وحدها؟ نعم. طيب ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. عندك سؤال اخر؟ مشكور الله يحفظك. سؤاله الاول فضيله الشيخ ما يتعلق بهذه الاموال التي تنقص عن النصاب. نعم. وربما تزيد في نهاية الحول. طيب هو إذا عادت عند نهاية الحول عند حوله الذي يزكي فيه عادة المبالغ فوق النصاب فإنه يزكي ما اجتمع له عند نهاية ذلك الحول. نعم. ولا يعتد بالنقصان الذي حصل دون النصاب أثناء الحول نفسه طالما أن له حولا يزكي فيه. نعم. لكن إن حال عليه الحول وما ادخره من أموال ما كان في يده من أموال تجمعت هو دون النصاب فهذا يعني أن حوله انهدم. نعم. وحينئذ سينتظر في الحول الآتي إلى أن يبلغ المال المدخر عنده حد النصاب فيتخذ ذلك التاريخ موعدا، وعند حولان الحول على ذلك المبلغ على النصاب مهما كان ما زاد عليه، الحاصل أن مبلغ النصاب يحول عليه حول فإنه سيتخذ ذلك الموعد الجديد حولا جديدا له، أو نهاية ذلك الحول تكون موعدا جديدا لإخراج زكاته. أما الآن طالما أنه ما نقص في الحول الماضي عن مقدار النصاب وأخرج زكاته في نفس الحول الذي كان متخذا إياه فإنه أثناء هذا الحول إن حصل النقصان أثناء الحول ثم تراجع بعد ذلك المال عنده مع نهاية الحول كما قال في السؤال في ذي الحجة فإنه يزكي هذا المال في نفس الموعد، يزكي المال الذي يكون عنده. نعم. والله تعالى أعلم. طيب فضيلة الشيخ لنضرب مثالا على ذلك، لو أنه الآن في رمضان مثلا بقي معه 200 ريال. نعم 200 ريال دون النصاب قطعا. لو كان حوله في لنفترض في ذي الحجة نفسها. نعم. في نفس الشهر الذي اتخذه هو إذا كان الذي بلغ عنده من مال دون النصاب على سبيل المثال 500 ريال 700 ريال 800 ريال هذا دون النصاب. نعم. وليس عنده شيء آخر فإنه في هذه الحالة انهدم حوله. نعم. ما عاد عليه أن يزكي، سينتظر إن من الله عز وجل عليه وفتح له بشيء من الأموال، فإذا بلغت النصاب فإنه سيتخذ ذلك الموعد حولا له، يحسب الحول القمري إذا مر عليه حول قمري على ذلك النصاب فإن هذا الموعد هو الذي سيكون حولا جديدا له، والله تعالى أعلم. إذن يبدأ الحساب عندما يبلغ النصاب.
عندما يبلغ النصاب، إذا انهدم حوله السابق، وكيف ينهدم إذا حال عليه الحول وليس في يده مقدار النصاب؟ طيب، هنا مسألتان. المسألة الأولى، الذي تعود أن يخرج زكاته في العاشر من رمضان، نعم، ولكن في العاشر من رمضان أمواله لم تبلغ النصاب بعد، وإنما بلغت في العشرين من رمضان، فهل رمضان كله ظرف لأداء الزكاة أم في العاشر فقط؟ إن كان حوله في العاشر ذلك، نعم، حوله، نعم، فهو لا يتخذ موعدا محددا، وهذا هو الأولى في حقه، نعم. فإن الذي يأتي من بعد، ولا نتحدث هنا عن ديون حالة الوفاء، نعم، فإنه في هذه الحالة طالما أنها على وفي ملي وقد قرب موعد أدائها قريبا من زكاته فإنه سيحسبها، لكن نتحدث عن كسب جديد، عن مال يدخل عليه بعد حولان الحول، نعم، فهذا يحسب من الحول القادم لا يحسب من الحول الماضي إذا كان قد اتخذ موعدا محددا. بعض الناس لا تتخذ تاريخا منضبطا محددا، هو لا ينبغي لهم ذلك، لكن في هذه الحالة نقول نعم، في هذه الصورة التي سألتم عنها سيدخل هذا المال في زكاة مالي الحالية. جيد، نأخذ مكالمة في الزكاة أيضا ثم أتي بمسألة الثانية. نعم. أختي إيمان. أهلا وسهلا شيخنا، كيف الحال؟ الحمد لله، شكرا لله، الله يبارك فيك. شيخنا، أنا عندي سؤال بخصوص أيضا زكاة المال. أنا كان عندي فهم مختلف، ما كنت أدري أن المال لازم يزكى في حال أنه هو يزداد وينقص. أنا حاليا تقريبا ممكن أقول من 2016 دخل عندي مدخول 1000 ريال ويستمر هذا الزيادة لحد 2019، وصل المبلغ مبلغ كبير، وطبعا كانت الزيادة في كل شهر تختلف. الحين أنا عرفت أني لازم أزكي هذا المال، فمتى يعني الحين أنا ما أعرف متى المفروض أني أزكي، وأزكي لأي مبلغ إذا كان أصلا هذا المبلغ في زيادة مستمرة، مرة يدخل علي مثلا كل 3 شهور 1000 مثلا، كل سنة مثلا 5000 على سبيل المثال، نعم، في بعض السنوات مثلا يدخل علي 300-400 ريال، فأنا ما عارفة عن أي 1000 الحين أزكي أو متى أزكي أصلا. نعم، واضح. نحن طيب الأخت إيمان، نحن عادة يعني طبعا هو الشهور أو السنة الهجرية والشهور القمرية هي التي توقت بالزكاة، ولكن لنفترض الآن ما قلتي على سبيل الجدل أو على سبيل الافتراض 2016، واضح؟ كان معك المبلغ 1000 ريال، صح؟ نحن أنا أحسبها على حسب راتبي الشهري، أنت وأحسب على مدخول أجار منزل. طيب، فهو هذه هي الزيادة اللي قاعدة تحصل لي، بعض الأحيان ينقص المال وبعض الأحيان يزيد، ولكن أنا يعني الحمد لله المدخول يكون يعني بالآلاف، يستمر يعني سنة سنتين ثلاثة، والمبلغ مبلغ كبير والحمد لله. طيب، فأنا ما أعرف الحين أزكي عن كم 1000، وكل 1000 كان يختلف الحول ماله. طيب، واضح. فضلك شيخ، لديك سؤال؟ لا إن شاء الله. إذا سؤال آخر بعد شيخنا، تفضلي. السؤال الآخر هو بموضوع الأرض، في حال نحن عندنا أرض شريتها ولكن لم أحدد النية في 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 شرائها، هل هو أني استثمار لاحق أو أني راح أبنيها أو أستخدمها، فقط وضع المرحلة الحالية هي فقط شرائها حفظا للمال بدل لا يكون في البنك، واضح، فهل أيضا عليها زكاة؟ جيد، إن شاء الله. السؤال الآخر أيضا في كان أنه في بيت في أجار شهري ثابت، وهذا الأجار يوزع على مجموعة أفراد أيضا، متى يكون الزكاة؟ طيب، يعني هل يزكى هذا البيت في الأجار، مدخول الأجار، أو كيف بالضبط؟ طيب، إن شاء الله أيضا تستمعين بإذن الله تعالى. إذن هذه المواضيع، شكرا جزيلا، هذه المواضيع متصلة، لنواصل في الإجابة عليها إن شاء الله. بالنسبة للمسألة الأولى، المسألة الأولى أولا للتنبيه، لأن أغلب نسائنا يملكن ذهبا بالغا للنصاب، نعم، فطالما أنها تملك هذه الأموال أيضا فالأصل أن حولها هو نفس الحول الذي تزكي فيه زكاة ذهبها، تخرج فيه زكاة ذهبها، نعم، لكن إن كانت يعني لا تملك نصابا من الذهب وإنما تتحدث فقط عن زكاة النقود، فإنها تبدأ حساب حولها من التاريخ الذي يبلغ فيها، يبلغ من التاريخ من اليوم الذي يبلغ فيه المال النصاب، وهو ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب. نعم. إذن ينظر في ذلك الحول كم قيمة الذهب مضروبا في 85 غرام، لأنه نصاب الذهب. نعم. سيكون الناتج هو نصاب المال النقود. نعم.
فهذا المبلغ المدخر الآن الذي هو الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة هو المعروف فقها بالنصاب، ينبغي أن يمر عليه حول، وهو مدخر في ملك هذا الإنسان ملكا تاما. فبمرور الحول القمري كما نبهتم يخرج من كل المتجمع ربع العشر 2.5%، من كل المبلغ المتجمع، ثم يكون ذلك الموعد هو تاريخ إخراج الزكاة. فالحول القادم أيضا تخرج السائلة ما تجمع عندها في نهاية ذلك الحول، تخرج منه ربع العشر. قد ينقص أو يزيد أثناء ذلك الحول، لكن طالما أنه فوق النصاب فلا إشكال، يزكى كل المال، لا يزكى كل جزء منه على حدة ويتخذ له حول منفرد، مع وجود هذا القول، لكن قول جماهير أهل العلم هو الأرفق بالناس أيضا أن هذه أن الأموال التي فوق النصاب تسمى الفائدة، تزكى مع زكاة الأصل، أصل المال الذي هو النصاب. الآن إن كانت لم تفعل فعليها أن تتحرى في الأعوام السابقة، عليها أن تتحرى كم كانت تملك في الحول الأول منذ أن بلغ النصاب، وعليها أن تخرج زكاة هذا المال عن تلك السنة، ثم السنة الثانية، ثم السنة الثالثة، وهكذا. إذا لم تستطع تفترض مبلغنا، لا يكون محض افتراض، وإنما تحري بحيث تطمئن نفسها أن ذلك المال هو الذي كانت تملكه. وأكثر الناس اليوم يستطيعون أن يضبطوا، لأن مداخيلهم إنما تكون عن طريق المصارف، فيمكن لهم أن يعودوا إلى المصارف ويستخرجوا كشف حساب، ويمكن لهم أن يضبطوا أيضا ما يرد إليهم من أموال من إيجارات وغير ذلك، فلا يصعب عليهم أن يعرفوا بدقة مقدار الأموال التي كانت عندهم في الأحوال السابقة، والله تعالى أعلم. جيد، وماذا عن موضوع الأرض التي اشتريت فقط لتدخر فيها أموالها؟ لا، هذه بهذه الصورة لا زكاة فيها، والله تعالى أعلم. والمبنى الذي يعد للإيجار، هل هناك زكاة على المبنى أم على المباني المعدة للإيجار؟ لا تحسب العقار، لا يحسب العقار نفسه ولا قيمته، وإنما في العوائد فقط، في الغلة أو المداخيل التي تحصل من هذه المستغلات العقارية. وزكاتها على الصحيح هي نفس زكاة عروض التجارة 2.5%، أي ربع العشر، والله تعالى أعلم. طيب فضيل الشيخ، هنا موضوع هي أشارت إليه وكان يعني يصادف موضوع سؤالي، وأيضا تحدثتم فيه سابقا، ولكن البعض لا يزال يسألون في موضوع الراتب. الآن لديها ذهب لا يصل إلى النصاب، لا يبلغ النصاب، جاء الراتب في ذلك الشهر، هل الراتب يحسب؟ أنتم ما يدخر من الراتب، الراتب أو أي دخل آخر يأتي للإنسان، فإنه لا شك يحتاج إلى أن ينفق على نفسه وعياله وأسرته وما يحتاج إليه من نفقات أباحها الله تبارك وتعالى، فهذا الجزء يستهلك، لكن الجزء المدخر هو الذي يدخل في الزكاة. فإذا كان هذا الموظف رجلا كان أو امرأة يدخر جزءا من راتبه، فإن هذا الجزء المدخر هو الذي يحسبه في الزكاة، حساب الزكاة، نعم، والله تعالى أعلم. وما يبقى لطوال الشهر لا يكون محسوب، ما يحتاج إليه يعني لنفقاته حسب ما يعرف من حال نفسه فإنه لا يدخل، نعم. جميل جدا. طيب، فاتنا وقت الفاصل اليوم، ولذلك سنستمر في أسئلتنا. سؤال أيضا يتعلق بالزكاة فضيلة الشيخ، بما أن اليوم أثرنا هذا الموضوع، شخص لا يحسن التصرف في مبلغ الزكاة، فهل يجوز أن يقول هل يجوز أن أدفع له الزكاة بالتقسيط في كل شهر على حسب احتياجاته، أو أدفعها لشخص له ولاية عليه وهو يقوم بتقسيطها؟ نعم، الأولى أن يدفعها إلى وليه الشرعي أو إلى راشد في أسرته، كأن يكون له ولد راشد يحسن التدبير، أو امرأة تحسن التدبير وتستطيع الإنفاق على ما تحتاج إليه الأسرة، فهذا هو الأولى من أن يقسط هو دفع الزكاة إلى هذا الرجل إن كان لا يحسن التدبير، أو هذا المستحق إن كان لا يحسن تدبير المال، لأنه حتى في الأجزاء التي يعطى إياها قد لا يحسن التدبير، فلعله ينفقها سفها
وفي غير ما تحتاج إليه أسرته وعياله. ولذلك فإن الأولى أن تدفع إما إلى الولي أو الوكيل أو الراشد من الأسرة. والله تعالى أعلم. هناك طريقة يعمد إليها بعض الناس ويحاولون أن يساعدوا بها الفقراء. لنسأل عن حكمها في قضية الزكاة، هي قضية الصدقات معلومة، لكن مثلا يعلم أن عليه حسابا في إحدى المحلات وحساب كبير، يقوم بدفع ذلك الحساب عنه ويسقط ذلك من زكاته دون أن يخبره، إنما يعتبر ذلك عمل خير. لا، الزكاة تمليك. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وابن السبيل وفي سبيل الله فريضة من الله. فحينما تعطى للأفراد فإنهم يملكون إياها. فقد يكون هذا الفقير محتاجا إلى لقمة عيش أو إلى كسوة أو إلى سقف يستر به أسرته وعياله، أشد من احتياجه إلى أداء الدين. قد يكون ذلك الدين يعني مؤجلا أو منسأ. فنعم يمكن أن يستأذنه، فيأتي دافع الزكاة ويقول للمستحق لك زكاة، هل ترضى أن أدفع بها دينك في المحل الفلاني، أن أسدد بها هذا الدين؟ فإن رضي فحينئذ سيتصرف تصرف الوكيل. كأنه وكله في أن يؤدي عنه ذلك الدين، هذا لا إشكال فيه. وإن قال لا أنا أحوج إلى زكاتي، إلى هذه الزكاة، فإنه يدفعها إليه والله تعالى أعلم. وكذلك ما يتعلق بفواتير الكهرباء والمياه إذا على نفس هذا المنوال. نعم، جميل. طيب، ولا ريب أن هناك أيضا نكتة أخرى تتعلق ب الاستحقاق. والمزكي إنما ينظر بحسب الظاهر، لكن المعطى هو الذي يعلم من نفسه حقيقة حاله، هل هو مستحق للزكاة أو لا. فإن كان يعلم من نفسه أنه غير مستحق للزكاة، فهو مأمور ديانة أن يبين للمزكي أنه غير مستحق للزكاة، حتى لا يضعها ذلك المزكي في غير موضعها فيكون قد تعدى فيها. فلهذه الوجوه كان الأولى أو كان الواجب أن يدفع الزكاة إليه أداء، والله تعالى أعلم. جميل، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. بقيت معنا نصف دقيقة، ولكن لو طرحتها أعزائنا. نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان خروصي مساعد المفتي العام للسلطنة، كما نشكركم أيضا على حسن تواصلكم معنا وعلى أسئلتكم الكثيرة والجميلة والرائعة، إنما الوقت لا يكفيها. وكنت قد ذكرت في الحلقة الماضية بأن الحلقات من هذا النوع ينبغي أن تكون طويلة، إنما أيضا بالإضافة إلى ما قلته سابقا، القنوات الفضائية مليئة بالبرامج التي قد لا تسمح إلا بإعطاء فرصة قليلة. شكرا لكم، ونلقاكم بحول الله تعالى غدا. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنست الهدى لما تبعت من المحبة أحمدا، سألت أهل الذكر ذات بصيرة عما توارى من هداه وما بدا. يا حافظ القلب السليم من الهوى، يا مهرجان النور، يا حقل الندى، ماذا يحب الله تسأل دائما. الآن برنامج رمضان في العالم الإسلامي.